بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذا البث. إن شاء الله يكون سريعا، وهو جزء من الوعد العام لإعطاء خلاصات خطب الجمعة اللي أقوم بها باللغة الإنجليزية إكراما لأهل الصفحة، اللي غالبيتهم الساحقة يتحدثون العربية فقط. أنا معكم أخوكم أمجد قرشة، وأبث لكم من كندا. فرق الساعات بيني وبينكم 8 ساعات، خاصة في منطقة بلاد الشام والأردن والقدس تخصيصا. وأرجو أنه يكون صوتي واضح والصورة واضحة، وأعلم أنه التوقيت عجيب غريب طبعا، بس هذا الوقت عم بيتاح لنا من كثرة الضغوطات والالتزامات. غالبكم الآن ربما استيقظ من صلاة الفجر، وربما لا يتابع إلا القليل، لكن راح يبقى التسجيل موجود إن شاء الله بإذن الله، وبإذن الله عز وجل إن شاء الله إنه يعني نستطيع إنه أو ما بيقدر يحضر الآن لايف يحضره بعدين. طيب، أنا أحتاج على الأقل بس شخص أو شخصين يعني يؤكدون لي بأن صوتي مسموع. إذا تكرمتم علي، هل صوتي مسموع وواضح؟ يعني أنا ما عم بث من الموبايل، عم بث من اللابتوب، عم بث من المايك الخاص، فيفترض الصوت يكون كثير واضح، يفترض يعني مش زي الموبايل أنا ماشي بالشارع. شكرا أخ نزار، الله يكرمك، ممتاز. شكرا يا ياسمين، ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ ماجد أبو يزن، يا أهلا وسهلا، النشيط، الله يسعدك يا رب، الله يسعدك، حياكم الله. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب يا أحبة، أنا خطبة الجمعة طبعا كتب باللغة الإنجليزية، أنا غالبية خطبي باللغة الإنجليزية. خلاصة الموضوع، أنا وعدت غالبية الصفحة كل ما صحت لي فرصة آخر خطبة بكون أعطيتها بالإنجليزي بعطي خلاصتها بالعربي. كان العنوان Why the people of power do not want Islam، ليش أصحاب السلطة وأصحاب القوة لا يريدون الإسلام. جئت بمقال، خلاصة مقال لشخص من جنوب شرق آسيا، كاتب مقال طويل عريض فيه تفصيلات دقيقة، أخذت اللب تبعها وحاولت أوصل الناس. طبعا وضعت المقدمة التالية، خطبة جمعة طبعا، كان تقول يا جماعة كثير من الناس بتسألوا سؤال بديهي، وبالذات بالذات أولاد المسلمين اللي اجيالهم اللي اعمارهم الان 15 14 18 ربما 20، يعني خلينا نحكي اللي فوق 12 13 وتحت ال 20، هذا الجيل بتعرضوا لضغوطات ماديه مهوله، هجومات فكريه، والسوشيال ميديا صار في انفجار مش انفتاح، حتى ضخ المعلومات والهجوم والانتقاد وال خلينا نحكي التسخيف والكذب والافتراء ضخم جدا. فواحدة من الآثار السلبية اللي ممكن يقع فيها أولادكم وبناتكم، خلاصتها بلخصها بلغة المبسطة، إنه طيب يا بابا يا ماما يا عمو يا خالو يا شيخ، أنتم بتقولون الإسلام صح. طب الإسلام صح، ليش في ناس ما عم بيعتنقوا أو بيقبلوا؟ واحد، طيب لو الإسلام صح وحق، ليش بعض أتباعه ما عم بيلتزموا فيه أو بتركوه أو بيهاجموه؟ هذه الأسئلة من نوعيتها ممكن تعمل خلل عند الناس اللي واقفين على أرضية محترئة أو أرضية غير صلبة أو ما عندهم تأسيس. فكان نقطة الأولى بعد ما أعطيت هذه المقدمة اللي هو وصف لجزء من الواقع، قلت للناس من قال إنه كون الحق حق هو كافي فقط إلى إنه إنسان تعتنقه بالإلزام؟ لا، ياما في أشياء صادقة وحقيقية وقوية والناس ما بتاخذها. طب ليش؟ لاسباب عديده، تشويه، كذب، افتراء، تضليل، غسيل ادمغه، اسباب عديده جدا. فاعطيت مثال في البدايه، قلت لهم اطلعوا انسوا البعد الديني، فكرش بالدين، خليني اعطيك مثال علماني ليبرالي مادي غربي بحت. قلت مثال امريكا، امريكا برايي العديد من الناس وبرايهم هم اللي بزعموا انه هي افضل اقوى احسن دوله ديمقراطيه بتطبق اسس العلمانية والليبرالية والديمقراطية على كوكب الأرض. يعني عندهم القوانين واضحة، وعندهم الحريات يفترض أنها محفوظة، والحقوق الشخصية في أعلى درجات الليبرالية تخطر على بالك، يعني حق التعبير موجود، حق، وخليني أضرب بالذات الحقوق اللي ما يسمى الحقوق الجنسية مفتوحة على مصراعيها.
فبسأل ما دام هيو لا دين ولا عروبة، عم نحكي على أمريكا أم الديمقراطية كما يعتقد البعض وأم الليبرالية وأم تطبيق القوانين. طيب ما دام عندهم قوانين وعندهم وضوح وعندهم تحضر وعندهم حرية جنسية، ليش في حالات تحرش واغتصاب؟ سؤال، ليش؟ القانون بمنع، طيب وفي المقابل عم بيعطي الحقوق الحرية بمطلقها لدرجة تتجاوز كل الأعراف والأديان، طيب ليش في تحرش؟ وليش في اغتصاب؟ طيب عندهم ما يسمى بالحياة المدنية والمنافع اللي تعطيها الدولة، ما يسمى بالبنفيتس، هاي اللي هو خلينا نحكي زي ما تحكي الضمان الاجتماعي مثلا، وزي الضمان وزي المساعدة، بيدفعوا مساعدات للأسرة وبيدفعوا مساعدات عن الأطفال وبيدفعوا مساعدات طبية وتأمين طبي وإلى آخره. طيب ليش في ناس بكذبوا وبيفتروا؟ ليش في تهرب من الضريبة؟ ليش كذا؟ يعني عند حتى عند اللادينيين عند العلمانيين بيعرفوا انه كون الحق واضح وكون القانون واضح وكون الحقوق واصلة للناس لا يعني عدم وجود كذابين ومجرمين وافاكين ودجالين وغشاشين. هذا بالعالم المادي، فما بالك بالعالم الفكري والعالم العقدي؟ بكون الحق واضح ومعلوم ومعروف، ومع ذلك في شهوات، لكن انا بهمني الان مش الشهوات، بهمني الان احكي عن العوائق والتشويهات وغسيل الدماغ. هذا كان مقدمة الخطبة. طيب بعد ذلك اقتبست الجزء اللي بهمني من مقال لكاتب أظن كتبه باللغة التاميلية، اللي هي أظن تتحدث في بعض الدول من مثل إن لم تخن الذاكرة سريلانكا. كاتب مسلم أصله من إحدى تلك الدول اللي بيحكي باللغة التاميلية، كتب قال كأس العالم في قطر بين لنا أشياء كثيرة جدا، وبين أنه كيف في أشياء وأحقاد داخلية. الموضوع ما دام السيطرة للعنصر الغربي الأمور عسل كلها تبحكوا له كذا. باللحظة اللي حسوا بفقد السيطرة وأنه صار في مجموعة من العرب أو إحدى الدول العربية أو مجموعة محسوبة على الإسلام بينت بشيء راقي، فطلعت شفتوا بعينكم الأصوات الكذب والافتراء. وصلت لمرحلة أحد المذيعين البريطانيين كتب على صفحته قال أنا مصعوق من عم بيصير معاي، قال الإذاعة والقناة اللي أنا بتعامل معها عم تبعت لي رسميا بتقول لي افهم من الآخر، أي شيء إيجابي في مونديال قطر لا أريد منك تغطيته، دور لنا على السلبيات. طيب المهم هذا في المقدمة. فبيقول هذا الكاتب، بيقول هذا الأمر خلاني أسأل السؤال التالي، هم ليش ما بدهم الإسلام؟ فأعطى حقائق اقتصادية، أرقام، تحدث عن بعيد، طبعا الأرقام الآن مش راح أذكرها بحرفية لأني مش حافظها، لكن بدي أعطيكم فكرة. تحدث عن حجم تجارة اللهم صل على سيدنا محمد المخدرات في العالم، وحجم تجارة الكحول في العالم، وحجم تجارة الدعارة بعيد عنكم في العالم، وذكر أشياء أخرى. مجموعة اللي ذكرها زي ما تحكي أجي قال مثلا حجم التداول اللي له علاقة بالمخدرات في العالم فرضا 400 مليار دولار. حجم تجارة المخدرات في العالم أعطى برضه بمئات المليارات. حجم تجارة الدعارة ماشي، واللي يشمل فروع، هذا يشمل ما يسمى الهيومن ترافيكينج أو الرقيق الأبيض بيسموه، بخطفوا بنات من عدة دول في العالم وبيجبروهم على ممارسة الجنس في بيوت دعارة بعدة دول أوروبية، وبخطفوه من عدة دول في العالم، قصة إلها أول ما إلى آخر كبيرة جدا. وينتج من هذا أيضا في المقابل البزنس تبع المواقع الفاحشة، المواقع الإباحية. مجموع التجارتين مع بعض نسيت، قال إما 800 مليار أو تريليون و400 مليار، إشي مرعب. فهو جمع عدة أمور من مثل مخدرات، كحول، الكحول أظن حكى 1.6 أو 1.4 تريليون، يعني 1400 أو 1600 مليار حجم تجارة الكحول. فأنت تطلع لما تكون الكحول والدعارة والإباحية والمخدرات حجم التجارة حوالي 2 تريليون دولار في السنة. من يقوم عليها؟ مين أصحاب
هلا كبرى شركات الكحول وكبرى شركات الدخان، هما ما حكى عن الدخان ولا حكى عن البنوك والربا. لو انا بدي اضيف الدخان والبنوك بالربا، احنا بنحكي عن اربع خمس محرمات يقينية في الاسلام، يقينية. شوف، ما حد بيسترجي يتدخل فيهم ولا يتفلسف فيهم بكلمة. اصحاب السلطة اللي مالكين هذا، عم نحكي على، لاحظوا، 2 ل 2.5 تريليون في السنة حجم التداول. يعني في عندك مثلا 6 7 شركات دخان على 10 15 شركات كحول، انا بضيف من عندي على 6 7 شركات تصنيع اسلحة، على 6 7 شركات ضخمة او مؤسسات ضخمة تدير تجارة المخدرات في العالم، على 7 8 جهات ضخمة جدا مسؤولة عن تجارة الدعارة في العالم، على 7 8 قنوات ضخمة جدا تدير تجارة الإباحية في العالم. هذول كلهم 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 مع بعض كتعداد ما بيجوا 1% بالمية من سكان العالم، بس بيسيطروا على حجم تجارة هم بينتفعوا منه، وكلهم عندهم مئات الملايين وعشرات المليارات أو آلاف المليارات بحجم حوالي 2.5 تريليون دولار في السنة. لاحظ فائدتهم، يعني كل شركة من هذه الشركات بتحكي بعشرات المليارات سنوية. فهنا موطن الشاهد، لماذا لا يريدون الإسلام؟ الإسلام، تخيل إذا الإسلام صار عنده قوة وحكم، هذول الفئة الأقل من 1% رح يخسروا 2.5 تريليون دولار في السنة، لأنه الناس رح توعى وتعرف حقوقها، فبيصير ممنوع الزنا وممنوع الدعارة وممنوع المخدرات وممنوع الكحول. الناس بتوعى، بتصحى، بتستوعب، بتفهم، بتصير تفهم معنى العفة والطهارة والبيت والأسرة وغض البصر، بتصير تفهم شو خطر الإباحية على دمار النفس والعقل والأحاسيس والمشاعر والأسرة، بتعرف كيف الناس عم تتحول لحيوانات نتيجة الإباحية، بيعرفوا شو يعني الطهارة والعفة وتأسيس الأسرة، بيعرفوا شو يعني إنه المخدرات في الأخير مؤسسات ضخمة وشركات كبرى محمية من دول كبرى عم بتروجها، مش فقط إنه الناس بدها إياها، لا لا لا، تجارة ضخمة جدا ويسيطر فيها سياسيا وتدمر فيها شعوب. واللي مش عارف هذا الأمر يروح يقرأ عن تجارة، عن حرب الأفيون بين بريطانيا وبين الصين قبل أكثر من 100 سنة. بريطانيا كانت بالطيارات ترمي شحنات أفيون صغيرة على الشعب الصيني بالطيارات مشان تخليه يدمن على الأفيون وتجبر تركع الصين تركيع مشان يسيطروا عليها. قصة ضخمة جدا. فالمهم، موطن الشاهد، فالإسلام لذلك إذا الإسلام بوضعه الطبيعي بس انعرف معرفة عادية، ما حد بيقدر يتدخل بعدم تحريم الكحول، ما حد بيقدر يتدخل بعدم تحريم المخدرات، لأنها أمور مقطوع فيها في الإسلام، ولا الزنا ولا الدعارة ولا الإباحية. فهدول الناس ما بيقدروا يحكوا عن حالهم إنه إحنا بدنا ندمركم يا بشر، إحنا بنسيطر، لا، هدول متخبرين وراء الكواليس، حتى السياسيين بنشوفهم، حتى حكام الدول، هدول عبارة عن ألعاب صغيرة جدا، اللي وراهم أصحاب القوة الشديدة جدا اللي بيملكوا البنوك وشركات الأسلحة والخمر والدعارة والبنوك والإباحية، هدول كلهم، هدول مش اللي بالواجهة، هدول ورا. فبالتالي بقول لك، فمن ضمن الامور اللي حكاها في هذا المقال كيف انه المؤسسات الاعلاميه الضخمه مشتراه من هؤلاء الناس، ومطلوب منهم يشوهوا صوره الاسلام والمسلمين، مطلوب منهم يصنعوا، ركز معي، يصنعوا ارهابيين مشان يظلهم دائما صوره الاسلام مخاف منه، بخوف، فيه رجعيه، فيه تخلف، قتل وذبح، مشان الناس ما تقرب. لانه اذا قربت على الاسلام وعرفت حقيقته وفهمت هو ايش حقيقته، شو معنى تسليم امرك لله، وانت ما بصير تكون عبد للاباحيه وعبد للحاكم وعبد للنظام وعبد للحكومه وعبد للعشيره وعبد للقبيله وعبد للحزب وعبد للناس وعبد، لا لا لا، انت عبد لله فقط، فبالتالي بتعلى مكانتك، بينما الكل عم بيستعبدك. ماشي، هذا المفهوم. اذا البشر استوعبوه، كل هالتجارات هاي بدها تنزل. 2.5 تريليون، ركز معي، في مجموعة تعد ببضع مئات أو بضع آلاف بيكسبوا 2.5 تريليون، يعني 2500 مليار في السنة. أنت مستوعب الرقم؟ على حساب امتصاص دماء معظم البشر على كوكب الأرض مع وجود طبقي، يعني الغرب بعامة، شمال أوروبا وأمريكا الشمالية ماخدين حصة الأسد،
البقية متوزعين شوي شوي من هون ومن هون، وبقية سكان الأرض ما 75% من اللاجئين على كوكب الأرض مسلمين، مئات الملايين. طبعا إحصائيات حافظة بدقة، لكن بتلاقي مثلا في العالم مثلا 1 أو 2 مليار تحت خط الفقر، مش عارف 700 مليون لا يجدون إلا قوت يومهم، ثاني يوم بيعرفوش كذا، 100 مليون ما عندهمش دراسة، كذا 100 مليون ما عندهم سقف يأويهم، كذا على حساب. هذول الفئة القليلة جدا 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 اللي بتخيل بيملكوا 2.5 تريليون بالسنة بيدوروه. هذول هم اللي بيشغلوا الإعلام، اللي يعمل 1000 فيلم لتشويه العرب والمسلمين في أمريكا لوحدها فقط بالسنة، وإحصائيتي قديمة عمرها 20 سنة الآن، يمكن 2000 فيلم. فهذول هم اللي بيحركوا السياسيين في 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 بريطانيا، وبيحركوا السياسيين في 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 فرنسا وفي كذا، و24 ساعة وتشويه لواحد مسلم محسوب على الإسلام كان بحياته ما صلى، بيعمل له غلط صغير 10 ساعات بيضلوا بيحكوا في الإعلام، بينما أتباع الأديان الأخرى بالعشرات بيفتروا بيكذبوا بيقتلوا بيغتصبوا بيتحرشوا بيفجروا وبقتلوا، بس عادي بمر خبر عادي، ودائما حالة فردية حالة فردية. بينما إذا شخص مسلم فردي عمل خطأ بربطوه بالبخاري وبمسلم وبابن تيمية وبكل الصحاح وكتب السنة وكل كتب التفاسير، وبيبحثوا عن تاريخه وتاريخ اللي خلفه واللي خلفته واللي خلف اللي خلفه واللي خلف اللي خلفته واللي خلفها كامل، وين درسوا والمدارس راحوا عليها والكتب اللي قروا عليها والمعلمين اللي علموا فيها، وكلها بلبسوه للإسلام كله. هذا كله عم نشهده عم نشوفه، افتراء كذب كذا. هو هيك صدفة؟ لا، هذا مخطط له. ليش؟ لأنه ببساطة الدين اللي بإيدك يا أخي الكريم، اللي بعض الأحيان أنت مش مقدره وأنت مش مقدريته وبيعتبروه رجعية، عارفين إنه إذا اتضح للناس وقبلوه نظام حياة أصحاب السلطة راح تروح. هذا كان لب خطبة الجمعة. ضربت لهم مثالين سريعين وهذا بختم فيه. ضربت لهم مثالين سريعين في الخطبة، اللي هو المثال الأول كان من سورة البروج، وركزوا معي يا أخواني أخواتي، سورة البروج عجيبة. لما طبعا احدى الامثله القويه على هذا الموضوع، اللهم صل على سيدنا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. على ظاهر ما نعرف انه اصحاب الاخدود هم مجموعه من النصارى المؤمنين اللي اتبعوا عيسى النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، ديروا بالكم من اتبع موسى في زمنه وبعد زمنه وكان متبعا لشريعه موسى بامر من الله هو مسلم مؤمن اخ لنا في الله، ومن تبع عيسى عليه السلام في زمنه مؤمنا به نبيا ورسولا مبعوثا من عند الله هو مؤمن مسلم، فهو أخ لنا في العقيدة وفي الدين. هؤلاء مسلمون مؤمنون، فمجموعة من النصارى المؤمنون في عهدهم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام اضطهدوا من قبل حاكم في زمانهم في مكان ما، وأراد أن يجبرهم على الكفر وعلى عبادته وعبادة أصنامه، فمن رفض من هؤلاء المؤمنين الذين اتبعوا عيسى عليه السلام المسلم المؤمن أراد تحريقهم، وكان يمتحنهم، حفروا الأخدود الضخم جدا اللي يعني، وقام صار يقوم بإلقاهم ويحرقهم وهم أحياء، وإن شاء الله هؤلاء كلهم شهداء عند الله. فهذه القصة تحدث عن مؤمنين من أتباع عيسى عليه السلام في ظاهر ما يبدو لنا من كتب التفاسير والروايات. موت الشاهد، لاحظ ربنا عم بيعطينا سنة كونية تتعلق بالمؤمنين. المثال الآن المؤمنون المؤمنون النصارى إن شاء الله. فإيش قال النص القرآني؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الآن افتح قوس. وما نقموا منهم إلا حقدهم وغلهم وكرههم سببه فقط، لاحظ، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما عملوهمش شيء، هم ما أذوهم، ما هاجموهم، ما افتروا عليهم، ما أفسدوا ولا شيء ولا شيء، هم آمنوا بالله. لكن أصحاب السلطة وأصحاب القوة فهمانين، هم عم بيحكموا الناس بالفساد، بنشر الدعارة والخنا والزنا والشذوذ والإباحية والخمر والدخان والمخدرات كامل، فيفسد الناس ويسهل السيطرة عليهم عبر هذه الأدوات. لما الناس يصيروا عبيد لشهواتهم، بدهم المواقع الإباحية وبدهم يسكروا وبدهم يرقصوا يتعروا يزنوا وكذا إلى آخره، أعطيهم فيسهل قيادهم، فبيصيروا عبارة عن عبيد آلات
منتجة تاكل وتشرب وتشتغل، بتدفع ضريبة، بتقول لهم يمين يمين يسار يسار، هص هص، اسكت اسكت، سبح بحمد الحاكم، سبح، وانتهى الموضوع. طيب إذا عرفوا إنه الذي ينبغي أن يحكمهم هو الله، وهذا الحكي ثلاث أرباعه اللي عم يعملوه لا يجوز حرام وفي جزء منه معناته ما بيرضوا، بصير عندهم عزة وكرامة، فصاحب السلطة بيفقد سلطته، بيسحب سقوطه، فما بيقدر يستعبدهم، فبالتالي يا بيخلص عليهم بقتلهم، يا إما بيشوه صورة اللي بإيديهم اللي هو دين الله. لاحظوا هاي كل معادلة باختصار. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أخرجوا آل لوط من قريتكم. شو مشكلتهم؟ كانوا يسبوا؟ لا. يشتموا؟ لا. يفتنوا؟ لا. يحاربوا؟ لا. يعتدوا؟ لا. شو؟ إنهم أناس يتطهرون. جماعة بوضوح يا زلمة، انتم ما ينفعش، ما ينفعش تكونوا معنا، انتم ماشيين صح فانتم بتحرجونا. لاحظ اكثر من نص، طبعا هذا من ضمن يعني النصوص السريعه لانها مشهوره جدا عند الناس في القران الكريم، عم اوضح لكم اياها. فبالتالي المعادله ببساطه تشبه بتعريفي البسيط، انا بحب كثير ابسط الاشياء، بتعريفي البسيط زي ولله المثل الاعلى، مجموعه من الاصدقاء كلهم لابسين اثواب بيضاء لكن متسخه جدا جدا جدا، طول وقتهم بيلعبوا بالشحبار وبيلعبوا بالزفت وبيلعبوا بالطين وبالوسخ، روائحهم طالعه، شعرهم منكوش، وجوههم فحمه من كتر الوسخ اللي عليهم، كذا الى اخره، ووضعهم كذا. واحد فيهم اكتشف شيء اسمه حمام نظافه غسيل، قرر ينسحب منهم شوي وراح عدم مؤاخذة نظف نفسه، مشط شعراته، رتب أموره، حط عطر، وغسل ثوبه، فرجع أبيض بالمع، رجع يمشي معهم بده يصير مسيرة الحياة. فبين هو الوحيد الآن النظيف اللي بالمع، أصحابه كلهم وسخين، فالناس تتطلع تقول واو ما شاء الله، طلع 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 ما عنده فوق. أصحابه كلهم تطلعوا لكن عم ننحرج عمي، صار يبين بين قوسين وسخنا بعيد عنكم بسبب نظافته. هلا هم فاهمين انه هو مش عاملهم شيء غلط، بس هو مشي صح، بس لما مشي صح بين قديش هم غلط. فهم امامهم الحلول التاليه. الحل الاول انهم ردوا يقنعوه يرجع يصير وسخ زيهم. الحل الثاني اذا ما قدروا يقنعوه يحاولوا يخلصوا عليه ويخلوه يختفي من وجودي، كملوا طريقه وهو مش موجود. الحل الثالث ما قدروا يخلصوا عليه ولا قدروا يقنعوه يحول، بصنعوا افتراءات حوله تخلي الناس لما تطلع عليه تشك بسبب هذا الموضوع، فبيصنعوا زي ما تحكي صورة مشوهة مشان الناس حتى لو شايفة بعينها البياض تصير تحكي وانتوا فكركم البياض حقيقي، هذا عبارة عن دجال، هو من وسخ جوا بس هذا بيقعد هيك مشان 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 مشان. هذا هو بالضبط عم بيصير مع الإسلام والمسلمين، من حقيقة واضحة لكن تشوه بأقنعة، بغطوا عليه، بكذبوا، بفتروا، بخوفوا، بصنعوا بعشرات الوسائل باختصار شديد جدا. وختمت خطبة الجمعة بالمثال اللي هو أنا بعتبره من أبسط الأمثلة البديهية في الإسلام، لكن من خبرتي المتواضعة كشخص زار تقريبا 300 مدينة في العالم، تقريبا ب 29 ل 30 دولة في العالم، حاضرت ودرست بحوالي 12 دولة في العالم غالبا كنت أخاطب المسلمين، واكتشفت أنه غالبية المسلمين في كثير مفاهيم أساسية في عقيدتهم غير واضحة عندهم. بقدر اقول لك المفهوم بدي احكي لك اياه من ضمنها، انه كثير من الناس بيفكروا انه كفار مكه كانوا يكفروا بوجود الله، معلومه غلط. كفار مكه اللي انضرب عليهم المثل الاكبر في عشرات ومئات الايات القرانيه ويمثلون الكفر، لم يكونوا ينكرون وجود الله، ولم يكونوا ينكرون ان الله هو الخالق والرازق والمسيطر وكل هذه الامور ابدا، بدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ليقولن الله. إيه طيب ليش بنسميهم كفار؟ كانت مشكلتهم كبرى يا أحبة إنه هذا الإسلام لما إجا سحب منهم سلطة السيطرة على الناس. كان في تجارة دعارة في العالم والجزيرة العربية،
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. بلغتنا بزنس اندستري الدعارة، بيجيبوا منه ملايين، بخطفوا بسرقوا البنات من العشائر من القبائل بالغزو، بشغلوهم بالغصب ببيوت الدعارة وبيجيبوا فلوس. فأبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف بزنس، طيب الخمر بزنس، الكل بسكر، الكل بعد ما يخلص من شغله بقعدوا بالنوادي تبعتهم، وتأتون في ناديكم المنكر تجمعاتهم وأنديتهم، والله يسكر ويسولف وياكل ويشرب، طبعا كده تسيطر عليه. بزنس المبيع، كل مسطل زعيم القبيلة بيحكي اللي بده إياه وبيسوي اللي بده إياه، فالخمر موجودة. والعبيد، تخيل أنت تجارة العبيد على كوكب الأرض كله، عند اليهود وعند النصارى وعند الهندوس وعند السيخ وعند الفرس وعند كل 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 عند العرب، كل أمم الأرض كانت تغزو تحارب تخطف تأسر تقتل تستعبد، موجودة تجارة بزنس رابحة بتجيب لغتنا المليارات. عندك تجارة العبيد، تجارة الجنس والدعارة، وتجارة الخمر، معروفة جدا. فإجا الإسلام الثلاثة حط لك عشرات طرق تحرير العبيد، كفارات، اللي بيحلف على كذا واللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا واللي عتق رقبه والقتل الخطأ عشرات الطرق مشان ينزلها للمينيمم. وأبقى باب صغير جدا جدا بالحروب، إذا استعبد منهم واسترق تسترقه من غيرهم، من باب الحفاظ على هيبة المسلمين. وحرم الزنا وحرم كل أنواع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فينبني عليها موضوع الأفلام والإباحية والتصوير والصور والعلاقات والصحبة كل كله كله سكر بابه، سكر بابه من الجذور. فبلغة المبسطة أبو جهل وأبو لهب، عن بعيدكم تشغيل المذهب، هو بالنسبة له ما كان عنده مشكلة إنه يروح على المسجد ويصلي بشكل العبادة الشعائري، ما عنده مشكلة، بدليل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. جت ردا على إجوا مجموعة الكفار قالوا له أنت يعني معنى الكلام زهقتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، طب شو رأيك نعمل نوع من الحالة الوسط، يوم أنت بتعبد، ركز معي، بتعبد إلهنا، يوم نحن بنعبد إلهك، يعني give and take business يعني بيننا وبينك. هذا التخيل البسيط السخيف الساذج بدهم يمرروه، وإحنا العبادة فقط بتفكر أنك تروح المسجد وتعمل هذه الحركات. هذه العبادة الشعائرية وسيلة من وسائل التقرب إلى الله، 5% من الإسلام، 75% من الإسلام خارج المسجد، اللي هو كلام مين اللي بده يمشي في الاقتصاد والسياسة والعلاقات الاجتماعية والمالية، كلام مين؟ كلام الله أم عبيد الله؟ هنا الإسلام وهنا معنى التوحيد، وهذا هو ما يسمى توحيد الألوهية على أحد التقسيمات العلمية. عشان هنا أبو جهل وأبو لهب ومية بن خلف بالنسبة لهم ما كانت المشكلة إنه أنت تدخل أنت تروح مع على المعبد وتيجي مع على على على, على المسجد، لا 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 لا، مشكلة أكبر من ذلك. كلام مين بده يمشي؟ اقتصاد المشي على مين؟ حياته الاجتماعية على مين؟ إذا أنت كلام ربك يا محمد بده يمشي، فبدنا نغلق بيوت الدعارة ونسكر بزنس الخمر وبزنس الاستعباد وبزنس الاسترقاق وبزنس الطبقية، ما بتزبطش، لا يعني برستيجنا راح سيطرتنا راحت، نعم هي سيطرتك بدك تروح طبعا، ولا لأنه ما في سيطرة لأحد والحكم إلا لله، نقطة. هاي كل المعادلة. مشان هيك أصحاب السلطة والقوة لا يحبون الإسلام، لأن الإسلام باي ديفولت بمجرد ما يقتنع به أحدهم يتحول فقط بالطاعة لله. فبالتالي أنت يا حزب يا مجموعة يا حاكم يا زعيم يا whatever سمي بيدك، يا بلد يا دولة، بتبطل تخوفه، اللي بخوفه ربنا فقط بس. فبالتالي اللي الله بأمره في إيه بيعمله، فبالتالي أنت قيمتك بتنزل كمتسلط كمتجبر. فبالتالي انت الان زي مجموعة الثواب المتوسخة امامك، يا تخلص عليه لذلك اقتلوهم بعذبوهم، او تقنعوا يرجع فبنجحوا بحرف البعض ويشتغلوهم معهم خوان وعملاء، لكن الجسم الاكبر بقي موجود والنظام بقي موجود، اذا شوه صورته وتوتة توتة خلصت لحد توتة. هذه خلاصة المعادلة، هذا الجواب على سؤال لماذا أصحاب السلطة والقوة لا يحبون الإسلام أو لا يريدون وجودا للإسلام. أنا هذا لاحظوا أنا أكبر هاشتاج أستخدمه هو معركة الوعي، فهمت؟ خلصت 70-90% من مشاكلك، بقي عندك الآن التطبيق، والله أعلم. طيب الله يجزيكم خير، شكرا جزيلا لكم جميعا. إذا في أسئلة متعلقة بالموضوع
طبعا يا اخوان انا كتبت بوست قبل ساعات شفتوه. انا عندي الان بشكل رسمي تقريبا يعني على صفحتي يوجد 6 مدراء او 6 ادمنز، فراح يصير في عدد مليح ضخم من الناس يساعدوني على الصفحة. الهدف مش كثرة البوستات، وانما الهدف انه انا نفسي صار عندي انشغالات كبيرة جدا. يعني انا بدرس بالعربي وبدرس بالانجليزي وبعطي دروس في التفسير والسيرة هنا في كندا، وبخطب الجمعة باللغتين وباكثر من مكان، وبحكي مع مسلمين وغير مسلمين، وبعمل استشارات اسرية وحل مشاكل زوجية ودورات تدريبية او سفر داخلي والى اخره. فالضغط شديد جدا جدا صار، مش دائما بيستطيع الانسان يكون. فبصير نعمل ترتيب انه في ادمنز يساعدوا في الفورورد في النشر ضمن سياسه معينه. فممكن جدا انه كثير من الاحيان حضراتكم تكتبوا تعلقوا باشياء معينه انا ما اشوفها. على كل حال حطيت بوست ارجعوا له يعني، فبالتالي لكن طبعا اكيد لما يكون لايف بكون انا اكيد، والله اعلم. الله يجزيكم خير ويكرمكم، حياكم الله اختي ياسمين، اهلا وسهلا، ما شاء الله عليكم، نفع الله بكم، الله يجزيكم الخير، نسعد دائما بطلبتنا الاعزاء النجباء، ما شاء الله عليكم، نفع الله بكم. الان اللي عنده سؤال على الموضوع اللي حكيته يتفضل، الله يجزيكم الخير. حياك الله خميس واخ عبد الحكيم حبيبنا استاذ غسان، اهلا وسهلا فيك اخ عزيز، سبحان الله، صديق طفولة قبل 45 سنة وأكثر. يا حي الله، حياكم الله أختي ياسمين والأخ عبد الله والأخ أحمد، الله يجزيك الخير. أخ ناصر بسأل شلون الجو عندك؟ والله يا أخي امبارح وأول امبارح درجة الحرارة امبارح كانت ناقص 25، تخيلوا ناقص 25 في المنطقة اللي أنا فيها بكندا. بتعرف شو يعني ناقص 25؟ تقريبا ضعف برودة الثلاجة الفريزر. شفت لما تفتح الفريزر، فريزر في البيوت ناقص 12 ناقص 15، شفت هذا الفريزر البخار اللي بيجل مجمد اللي طالع، احنا ضعفه بالسالب امبارح. اليوم لحد قبل كم من ساعة كان ناقص 10 ناقص 12 ناقص 13، الآن ما بعرف أنا بحكي معك يعني. لكن خلصت العاصفة بس في برد، برد شديد يعني، شديد جدا. شكرا أخت أمل، الله يكرمك ويبارك فيك، والأخت حنين حياكم الله، أخ عيسى. طيب أنا عم بستنى منكم إذا في أسئلة على الموضوع اللي حكيته، اللي هو عنواني لماذا. حياكم الله أخ مجد، مجد صماضي، الأخ مجد أظن، لأنه اسم مجد مشترك للشباب وللبنات، فأعتقد الأخ مجد، والله أعلم. طيب أرجوكم موضوعي، ليش أهل السلطة والقوة لا يريدون الإسلام؟ أعطيت يعني محاولة تفسير وتفهيم. إذا عندكم أسئلة تفضلوا الآن خلال دقيقة، إذا ما أجاني أسئلة على الموضوع أنا راح أودعكم وأسألكم الدعاء. أخ خميس من فلسطين، يا حياكم الله، وأنتم غاليين على قلبي والله، يعلم الله يعلم الله. شكرا أخت حنين وأخت زهرة البيلسان. أخ موسى أهلا ومرحبا بك، حياكم الله. امين يا اخ عبد الحكيم حداد، الله يكرمك ويسعدك ويجزيك الخير ويبارك فيك، ولا تنسوا من دعائكم. يا اخوه انا اذا في خدمه تخدموني اياها، ان كنتم تعتقدون اني افعل او اقدم شيئا من الخير بفضل الله، طبعا بخدمه الوحيده فقط، اذا تكرمتم الفيديو بتشوفوه في خير ساعدوني بنشره. لانه انا على مؤاخذه انا يعني انا ما عندي يعني انا لست تابعا لا لدوله ولا لحزب ولا لمجموعة ولا لشركة ولا لمؤسسة ولا إشي نهائيا، يعني أنا لوحدي. فبالتالي أنا ما بقدر يعني الفيديو هذا بتشوفوه أخذه وأقطعه وأسوي وأعيد نشره مش عارف كذا القصة، ولا بقدر حتى أحط فلوس مشان أنشره. يعني أنا جهدي في التفكير، القراءة، المتابعة، الكذا والحكي. فأمامنا وسيلة هو حضراتكم بس، الله يجزيكم خير يكرمكم يبارك فيكم. وسيلتي هو أنه بعد فضل الله أنكم أنتم تنشروا، يعني انا دوري احكي، دوري اني ابذل الجهد في التفكير، دوري ابذل اقصى جهد بالتفهيم، بعد ذلك قدرتي انتهت. فاذا مثلا اللي تابعوا اللايف فرضا 1000 شخص، او اللي شافوا الفيديو كلهم 2000 شخص، تخيلوا كل واحد يعمل شير على صفحته او على الصفحات اللي بيقدر عليه، يحط كومنتات، هاي يخدموني فيها، لانه انتم بتساعدوني اكسب اجر وبتساعدوني اوصل للكلمه. الله يجزيكم خير ويكرمكم ويبارك فيكم ان شاء الله. طيب اخر 30 ثانيه، اذا في سؤال على موضوعي تفضلوا والا نودعكم. طبعا بالمناسبة أنا وراكم 8 ساعات، أنا لساتني ما نمتش، يعني أنا عندي ساعة الآن 12 إلا ربع بالليل.
موجود في كندا، شرق كندا، أنا في مقاطعة أونتاريو. طيب إذا لا يوجد أسئلة على الموضوع. حيا الله أخت هيا وأخت أم أنس والأخت باسمة، والله يجزيكم ألف مليون خير. لا تنسونا من دعائكم، نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.